بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكير عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل في دورة الأسبي دوت نت كور. درس اليوم هو كيفية استغلال خدمة ويب خارجية بواسطة سيستم نت HTTP كليون، وذلك على الفيزيو ستوديو 2019. إذا قلنا أن هذا الدرس هو في هذه الخانة هذه، أن قمنا بنفس الدرس عن طريق ASP.NET أو Node.js، وأيضا في الراد سيرفر اللي هو دلفي، وأيضا في الجافا اللي هي Spring Boot. بقي لنا عمل درس في ASP.NET Core. قلنا دائما أننا نعمل على أربع لغات بحول الله. يعني أطلب منكم، يعني عندما تعملون درس معين أو تشاهدون درس معين على لغة ما، يعني من الأحسن أنكم تشاهدون ماذا قمنا به باللغات الأخرى، هكذا تكون عليكم يعني عندكم معلومات وطريقة مقارنة ما بين اللغات. هكذا يعني لو قدر الله وغيرت اللغة لا تجد مشاكل بعدها، هكذا تتعلم يعني عدة لغات في نفس الوقت. إذن سنعمل ASP.NET Core. هذا لا يمنعك من مشاهدة هذه الدروس المقابلة اللي هي كيفية إنشاء REST كليون، HTTP كليون هنا، و HTTP كليون هنا أيضا. إذن هذه الدروس هنا في الراد سيرفر، وهنا تجدونها في الدوت نت في النود جي اس، وأيضا على الجافا سبرينج بوت. اليوم سنعمل على الأسبي دوت نت، والدرس قمنا به أيضا عن طريق الموبايل في ليكسمارين فورمز، يعني نفس الدرس تقريبا الموجود هنا في هذا، تجدون شرح مفصل، لذلك سأسرع في هذا الفيديو. إذن هنا شرح مفصل، يمكنكم مشاهدة الدرس هو كيفية استغلال خدمة ويب عن طريق ليكسمارين فورمز، يعني سيكون نفس الدرس بحول الله. إذا نفتح الفيزيو ستوديو ونبدأ مباشرة. من أواخر الدروس التي قمنا بها هو الأنتير وأيضا الـ MVC. أنا فتحت يعني درس الـ MVC كما تلاحظون، عندي كنترولر وعندي أكتيف دوني داتابيز وعندي موديل اسمه يوزر. أكبر الخط. هنا سيفتح قاعدة البيانات عن طريق Entity Framework، وهنا عندي Controller به مجموعة من الويب ميثود اللي هي Get Users و Post Users، وأيضا Get User by ID وإلى آخره Delete Update. المهم سنغير هنا في هذه الميثود التي تعمل Get. هذه Get هي ويب ميثود تقوم بالاتصال مع قاعدة البيانات وترجع لقائمة، وشرحنا ذلك في دروس سابقة. اليوم سنغير هذا وسنتصل مع خدمة ويب أخرى التي سترجع لي القائمة من قاعدة البيانات، لكن يعني بخدمة ويب أخرى، وليس من لا نحتاج إلى ORM هنا، لا نحتاج إلى Entity Framework، بل نحتاج إلى API آخر، وسيكون في هذا المثال جافا، ربما يكون دلفي، ربما يكون نود أو شيء آخر، حتى البيتون جانجو أو PHP. المهم هنا سنقوم باستغلال جافا سبرينج بوت، يعني ويب API جافا سبرينج بوت عن طريق ويب API آخر اللي هو .NET Core. سنجرب اولا هذا الكود هل يشتغل. اذا عندي ويب ميثود اسمها get users موجوده في الكلاس user، و API user والاكشن اسمها get user. هل عندي نقطه توقف؟ اوكي. اذا هذا هو الجيزون الناتج من قاعده بيانات كما تلاحظون، يعني هذه قاعده بيانات، هذه قاعدة بيانات MySQL، وفيها مجموعة من السجلات، واستطعت الوصول إليها، وقمنا بذلك بهذا الدرس في السابق اللي هو درس الـ MVC. أوكي، سأقوم بحذف هذا ونوقف هنا، وحضرت الكود للسرعة. أول شيء ماذا سنقوم به هو تثبيت نيوتن سوفت، لأننا نحتاج عمل سيرياليزد ودي سيرياليزد. إذن نيوتن سوفت كيف نثبتها؟ نضغط بالزر الأيمن، نذهب إلى نيو جيت. ماذا فعلت؟ يوجد باكيج مانجر، ونكتب هنا نيوتن سوفت ونقوم بالتنزيل. بعد تثبيت هذه الأداة أو المكتبة نستطيع يعني فتحها هنا عن طريق اليوزينج، ثم نكتب الكود التالي. سنبدأ بالكود الذي يسمح لي بإنشاء أوبجكت من نوع HTTP كليونت. إذا كما قلنا هذا لسنا بحاجة إليه، هذا الكود، لأنه هو الذي يقوم بالاتصال مع الانتيتي فريم ورك، ونحن لا نريد الاتصال او جلب الداتا من قاعده البيانات عن طريق الانتيتي فريم ورك. نحن عن نجبد نتحصل على الداتا من قاعده بيانات، لكن مرورا بابي اخر، قد يكون في نفس السيرفر، قد يكون في سيرفر اخر، قد يكون شركه اخرى، المهم سيرفر اخر او ابي اخر.
إذا أنشأنا أوبجكت من نوع HTTP كليونت بهذه الطريقة، ثم نعطيه الـ URL. URL ماذا؟ URL API الذي سنستخدمه، يعني الذي سنستغله. هذا الـ API كيف تحصلت على هذا الـ URL؟ أنا أعمل على localhost وعندي تطبيق، حتى عندي سورس يعني للجافا، يعني في دروس الجافا قمنا بنفس الشيء، يعني نفس المشروع هذا قمنا به بالجافا. إذا هذا API سننفذ هذا المشروع. هذا سيسمح ب يعني عمل مثل entity framework، يعني عن طريق Spring GPI يتصل بقاعدة البيانات ويعطيني الداتا. سنجرب الكود الآن عن طريق المتصفح. إذا البورت ما هو هي عن طريق كاتربان كاتربان. إذا أعمل كما تلاحظون هذا رمز Spring Boot، وعندي get controller اسمه get users. إذا سأتصل بهذا الأكشن أو هذا الـ API هذا الذي يعطيني الداتا التي تأتي من قاعدة البيانات. إذا هذا Spring Boot، هذا API آخر خارجي ليس هو موجود في الدوت نت ومصنوع بالجافا. أوكي، إذا هنا نعطيه عنوان الـ IP الـ API يعني الويب API، ثم نبدأ بأول ميثود اللي هي هنا. سنحذف هذا السطر ونكتب الكود التالي. إذا سننشئ أولا أكشن، لأننا نحتاج إلى أكشن التي بعد يعني هذا الـ URL، ثم نعطيه الأكشن اللي هي user get users. أوكي، يعني من كلاس اليوزر get users قائمة المستعملين، وSpring Boot سيأتي بالداتا من قاعدة بيانات. إذا الدوت نت سيتصل مع الجافا أو هذا الـ API. الـ API يعني يستخرج قاعدة البيانات الداتا ثم يرجعها إلي هنا وأعرض النتيجة على مستوى الداتا. إذن عندي Action، ثم أقوم بإنشاء JSON يعني في شكل String أو في شكل JSON Variable Object هذا وشكل شكل string. نعم هذا من المفروض يكون string. إذن HTTP clean وهذا الأوبجكت الذي قمنا بإنشائه من نوع أو instance HTTP clean هذا الأوبجكت. هناك تعليمة لجت string async نعطيها URL، هذا URL الخاص بالـ API الخارجي والأكشن، وفقط يعني عمل concatenate أو إضافة هذا إلى هذا string. نتحصل على كل URL يعني الذي هو مكتوب هنا، هذا كله لأن هذا الـ API وهذه الـ Action. بعدما نكتب بهذا الشكل نتحصل على يعني الوصول إلى الـ API الآخر عن طريق HTTP clean، ثم أقول له أرجع لي النتيجة في شكل Object. لذلك هنا سيعطيني يعني String، وسأحول هذا String من String إلى قائمة Users. هذا الموديل موجود هنا، إذا عندي هذا الموديل هو مربوط بقاعدة البيانات، لا داعي لربطه بقاعدة البيانات، لا نحتاج إلى كل هذا. إذا فقط موديل فيه ID first name و last name، إذا لا نحتاج الربط مع قاعدة البيانات، نحتاج فقط إلى موديل. وهذا الموديل عندي قائمة منه لا تحصل عليها في شكل string، أسترجعها وأضعها في user ثم أعمل return لهذا اليوزر. هنا يطلب مني أن أضيف async وأيضا task. المفروض يعني لا نضيف هذا هنا لأنه هذا controller، ونضيف هذه يعني التعليمات هذه نضيفها في service وتعلمنا ذلك في الانتيار، لكن لسهولة الكود فقط كتبت هكذا. المفروض يعني لا نعمل هذا، نعمله في service والcontroller لا يحتوي فقط على list. أوكي، هذا كل شيء، يعني اتصلنا بالـ URL زائد الـ Action عن طريق HTTP clean هذا Object من نوع HTTP clean، وقلنا له get string. إذن سيعطيني string، المفروض يعني string، سيعطيني string هذا الجيزن، والجيزن هذا string سأحوله إلى قائمة ثم أعمل return. هذا الـ URL لماذا؟ ماذا تريد أيضا؟
سأتركها كتاب. المهم سأخفي كل هذا، يعني لا أحتاج إلى الاتصال مع قاعدة، لا عمل ديليت ولا عمل أي شيء. سنجرب الكود. إذن هنا البورت هو 82، يعني 82، 80 82، والأبي الآخر يعمل على 84. أوكي، إذن كما تلاحظون سأعمل في نافيجاتور واحد. إذن هذا الأبي آي الثاني اللي هو سبرينج بوت، اللي هو جافا، اللي هو أبي آي خارجي، وهذا الأبي آي الخاص بنا اللي هو دوت نت كور. إذن استطعنا عرض النتيجة. هذه النتيجة لم تأتينا من قاعدة البيانات وصولا من الكود السي شارب، بل هو أتت من قاعدة البيانات لكن عن طريق الـ API الآخر. أتمنى أن يكون هذا شرح واضح. إذن سأعيد. إذن عندي Action، عندي URL، أنا أريد الوصول إلى هذا الـ URL عن طريق HTTP client get string. وضعت الـ URL هنا، استطعت الوصول إلى الداتا في شكل string، ثم حولت هذه عمل parsing أو deserialize هذا string إلى object، إلى قائمة object user، ثم عرضتها في النتيجة عن طريق يعني المتصفح. هكذا عملنا get. هذه عملية get كما تلاحظون HTTP get. استطعنا الوصول إلى الداتا من خلال C sharp مرورا ب API خارجي المصنوع بالجافا. سنعمل الآن البوست. يعني ماذا البوست؟ البوست هو أننا نرسل له عن طريق بوستمان. هنا سنرسل له في البودي داتا، وهذه الداتا سيضيفها إلى قاعدة البيانات. سنجرب أولا الكود، كود الـ API، يعني قبل أن نغير في C Sharp سنجرب كود الجافا. كما تلاحظون هنا عندي بوست يطلب مني يوزر ويقوم بتسجيلها في قاعدة البيانات. أوكي، الجافا هو الذي سيسجل في قاعدة البيانات، يعني هذا الـ API. هذا المفروض ليس عندكم السورس هنا، المفروض فقط عندكم الـ API و يعني تعلمون ما هي الميثود، ما هي البارامترات وكفى. إذا سنتصل مع الـ API. إذا الـ 82 هو جافا، لا نعم هو الـ 80. إذا س 88 هو الـ API الخارجي. أوكي، سأطلب منه يوزر. إذن هذا يوزر وضعته في البودي، وتعلمنا ذلك في دروس سابقة. ثم عندي قاعدة البيانات هنا كما تلاحظون، نعمل في ريفرش، لا توجد أشياء إضافية. أضغط على زر سند. كما تلاحظون أعطاني نتيجة. أوكي، إذا الـ API الخارجي من المفروض يعني يعمل، لأنه يضيف سجل في قاعدة البيانات. الآن كيف أقول للـ API هذا الـ API خارجي؟ إذا لا أطلب هذا، بل هنا بالبوستمان سأطلب 82 اللي هو C Sharp. كيف أطلب من C Sharp أنه يكتب في قاعدة البيانات مرورا بالـ API الآخر؟ هذا هو المطلوب. إذا الكود حضرته أيضا، وسنحذف هذا. هنا وصول مباشر إلى قاعدة، لا نريد هذا، بل نريد الوصول إلى الـ API. إذن أولا سننشئ Action مثل ما قمنا هنا. إذن هنا Post، هذه الأكشن خاصة بالـ API الخارجي اللي هو جافا. ثم ننشئ، نعمل Parsing كما تلاحظون هنا البودي سيسترجعه في شكل Object C Sharp. سأحول هذا C Sharp إلى String، إلى JSON عن طريق JSON convert، يعني serialize object. ثم أقوم بإنشاء object اللي هو الـ header أو الـ content الذي يحتوي على مجموعة بيانات من بينها الـ header، اللي هو عبارة عن يعني أقول له هذا JSON، الداتا التي سأرسله لك في شكل JSON. أوكي، هذه الداتا، هذه هي string لكنها في شكل JSON. إذا عن طريق هذه الكتابة تقول له أن الداتا التي أرسلتها هي في شكل، أرسلتها هي في شكل جيزون. ثم أقوم بالتنفيذ.
تنفيذ ميثود بوست للـ API الخارجي عن طريق الـ URL. طبعا الـ URL زائد الـ Action. إذن أقول له URL زائد الـ Action عمل لي بوست. لماذا؟ للكونتنت هذا الذي يحتوي على الجيزون والبارامترات التي حددتها. لو عندي يعني توكن أضيف توكن يعني لتنتيفيكيشن وسأضيف لتنتيفيكيشن. أوكي سأغير فقط أضيف أسنكرون وأنزع الفويد الذي ينقص. أوكي هذا كل شيء يعني طريقة سهلة جدا. إذن سأقوم باسترجاع من البودي عن طريق بوستمان استرجاع اليوزر الذي هو في شكل جيزون. سأسترجعه في شكل سي شارب أوبجكت ثم أحوله إلى string جيزون ثم أضعه في الهيدر أو في الكونتنت لهذا الأوبجكت ثم أرسله عن طريق post HTTP client post async. أوكي ثم هذه التعليمة مباشرة ستقوم بالتسجيل في قاعدة البيانات. لماذا؟ لأنها سترسل هذا البوست. لو وضعنا نقطة توقف هنا مثلا أغلق هنا هو البوست. لو وضعت نقطة توقف هنا على مستوى الأبي الآخر يعني كي نرى فقط هل يصل إلى هنا أم لا. ونضع أيضا نقطة توقف هنا. ليس عندي ريتيرن يعني فقط أضع نقطة توقف وأنفذ التطبيق. إذن كما تلاحظون هو كاتربان كاتربان دو هذا هو سي شارب. إذن سأنادي سي شارب اللي هو كاتربان كاتربان دو بوست يوزر أعطيه البودي اللي هو سأغير فقط هنا ثم أضغط على send. من المفروض سيصل إلى السي شارب سيتوقف هنا ثم أعمل تفتيس. إذن تحصلت على اليوزر هذا المرسل هو CCEE. سأحوله string كما تلاحظون حولناه إلى JSON ثم سأرسله كبارامتر هنا إلى هذا URL اللي هو post URL. من المفروض يدخل إلى هنا عندما أعمل next كما تلاحظون دخل إلى الجافا ولم أتحصل على الداتا. أوكي هناك عملية يعني matching ما بين الأوبجكت هذا المرسل والسترينج هذا الذي أرسلته في وأعرف لماذا. سأضيف شيء ما فقط لعملية لأقول له يعني هو المشكل أنه لا يقبل الماجيسكيل يعني لو لاحظتم هنا الأوبجكت هذا فيه ID ماجيسكيل مينيسكيل إلى آخره. سأغير أضيف بارامتر صغير جدا في اليوزر هذا الموديل كي أخبره أن الجيزون سيرسل بهذه الكيفية وليست لا يأخذ هذه التسميات بل سيأخذ التسميات التي أحددها أنا. عملنا ذلك في درس السبرينج بوت. هي عن طريق JSON Property. JSON Property موجودة في NewtonSoft ولا أحتاج إلى Entity Framework. إذن قلت له هاي مينيسكيل يعني خط صغير F خط صغير و رقم صغير أو حرف صغير. أوكي ولا تأخذ هذه الحروف الكبيرة. سأعيد الآن فقط هذا معناه Property JSON معناه عندما نعرض في الجيت يعني نعرض الجيزون الناتج الخاصيات أو أسامي الخاصيات الموجودة في الجيزون لا تكون بهذه التسميات بل يأخذ هذه التسميات. هنا التسميات متشابهة فقط خط صغير يعني يمكنه تغييرها يعني أسماء وضع أسماء أخرى. فنضع نقطة توقف ونعيد الكره. أيضا هنا
المهم إيه هم البوست، سأعمل أعيد أضغط هنا ويدخل إلى البوست، سأحوله كما تلاحظون الآن، كما تلاحظون مينيسكيل يعني الحروف last name بالال مينيسكيل يعني بالحرف الصغير F. سأقوم بعمل next وأذهب إلى الـ API الآخر. وكما تلاحظون تحصلت على النتيجة. أوكي، لو أنفذ هنا، قبل ذلك سأذهب إلى الـ Database، أتأكد أن لم يضيف لي شيء في الـ Database، وأعمل F9. وكما تلاحظون ضاف السجل. إذن هذا كل شيء في درس هذا اليوم. تعلمنا إذن كيفية كونسوماسيون أو استغلال خدمة ويب أخرى مصنوعة بلغة أخرى على سيرفر آخر، هنا نفس السيرفر لكن يمكن أن تكون في نفس السيرفر سيرفر آخر أو حتى في الكلاود أو شيء آخر. المهم استطعنا الوصول إلى يعني ليس الكلاود يعني خطأ لفظي، بل يعني في سيرفر آخر سواء ES أو أباش أو غيره. قلت أن بالسي شارب استطعنا أن استرجع الداتا الموجودة في قاعدة البيانات عن مرورا بـ API آخر مصنوع بلغة جافا سكريبت، وأيضا عملنا بوس يعني عن طريق السي شارب استرجعنا أو صنعنا جيزون الكليونت أرسلناه إلى سيرفر السي شارب، سيرفر السي شارب حوله إلى بعدما استقبله في شكل سي شارب أوبجكت حوله إلى جيزون، إلى مرة ثانية إلى جيزون، ثم أرسله إلى الـ API الآخر عن طريق تعليمة POST. يعني نادينا إلى HTTP client بميثود POST وأعطيناه في بارامتر هذا الجيزون الناتج الذي استرجعناه من البودي المرسل من الكليونت. أتمنى أن يكون الدرس واضح. إلى درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.